السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ النهاردة بقى الموضوع بتاعنا عن الناتج النهائي لطلوع السمان بتاعنا. عايز اقول لكم ان هي ما شاء الله لا قوة الا بالله، اعلى نسبة تفقيس طلعت لنا من يوم ما بدأنا تفقيس في الفقاسة الديجيتال اللي هو الفرن بتاعنا الكهرباء اللي احنا عدلناه لفقاسة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ده الناتج النهائي. ده تاني يوم ليه حطينا لهم. اول يوم نزلت لهم بعسل النحل في المية، وطبعا العلف 23% مطحون يا جماعة، علف نامي 23% بروتين. وطبعا تاني يوم نزلت لهم مضاد حيوي، ده بيتاخد مرة واحدة في العمر كتحصينة او تطعيمة لهم كده يا جماعة، ما بيتكررش تاني خالص ليهم، ده بيتاخد مرة واحدة بس، هوريه لكم دلوقتي. والنهاردة نزلت لهم برفع مناعة في المية سنتي على اللتر المية. وما ننساش زي ما قلت لكم العلف مطحون اهو يا جماعة، لازم يكون مطحون. الناس اللي بتقول بتطحنوه ليه، حطوا لهم ببعضه، الكتاكيت ما بتعرفش تاكله خالص يا جماعة ببعضه، فبنطحنه لهم بالطريقة دي اهو، بيبقى سهل الاكل ليهم على طول. وزي ما انتوا شايفين حاطه لهم في الاكله الكرتونه اللي احنا عاملينها دي علشان ما يهدروش الاكل على الارض، لان طبعا ساعه ما بنحط لهم في اي حاجه تانية بيقعدوا ينعكشوا الاكل برجليهم ويبحتروا بره على الارض، فبنقدمهم بقى بالطريقه دي ياكلوا بس من غير ما يوقعوا الاكل على الارض. طبعا انا لسه ما غيرت لهمش الفرشه النهارده، هغيرها لهم دلوقتي ان شاء الله، بس انا قلت اصوره لكم الاول يعني.